يقول السائل: أنا أديت عمرة كاملة ولكن لم أحرم بها من مسجد التنعيم، ولكن أحرمت بها من البيت وكنت يقول: أنا أديت عمرة كاملة ولكن لم أحرم بها من مسجد التنعيم، ولكن أحرمت بها من البيت وكنت جاهلا بالحكم، فما الحكم في ذلك وهل علي شيء وفقكم الله؟ البيت في مكة، أحرم بها من البيت في مكة، العمرة صحيحة لكن عليه فدية، عليه فدية عن ترك الإحرام من ميقات العمرة، لأن الذي في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين إذا أراد أن يأخذ عمرة لابد يخرج إلى الحل، يحرم بالعمرة من الحل، إما من الجعرانة أو من التنعيم أو من عرفة، المهم أنه يحرم خارج الحرم بالعمرة. نعم، فإن أحرم من الحرم يكون عليه فدية بالعمرة، أما الحج يحرم به من مكة لا بأس. نعم.